عن البلوجر السعودي محمد السعود جاي زيارة على إسرائيل. نوعا ما مش مفاجئة. لا مش مفاجئة. يتطبع مع إسرائيل. أوف كل شيء سياسي وتعرفي يعني عمل ضجة كبيرة حول الشرق الأوسط والعالم العربي وإسرائيل. بس بدي أحكي لك شوي يا شام اللي صار من behind the scenes وراء الكواليس. وراء الكواليس شكله في قصة رومانسية في الموضوع. مع نعمة دايما في قصة رومانسية. بيقولوا انه بس نزل من الطيارة فتح تلفونه وشغل التطبيق التعارف تندر. يعني اجا يشوف تطبيع اسرائيل واسرائيل استغلوا الموضوع انه بتشوفوا صور مع اسرائيل وكل شيء. بس السبب الرئيسي كان بده يشوف البنات اليهوديات. هلا تجاوب نعم. ولما فتح التندر اكتشف انه ولا واحدة من البنات اليهوديات عملت له لايك على التطبيق. وبتعرفي الشاب بيقدر يحكي مع البنات بتطبيق التعارف بس لما بيعملوا له لايك، ولا واحدة عملت له لايك. فنزل على الاقصى عشان يصلي لربنا يعطيه شوية شانس مع البنات واللايكات عشان يعملوا له لايك بالتندر هون عشان يشوف بنات يهوديات. وبتعرفي لما بتشوفي واحد زي السعود بالتندر تقدريش تشوفي وجهه كله مغطى وبتعرفيش اذا بدك تعملي له لايك ولا لا على التندر. فراح على المسجد يصلي عشان ربنا يعطيه شوية شانس مع البنات يعملوا له لايك. استجاب الله للدعاء. لا انا بدي اقول له يعني ثاني مرة اسأل نعمة، اذا هيك جاي عشان هيك جاي على اسرائيل ليش بتنزل على القدس وبتروح على مسجد الاقصى؟ روح على تل ابيب جنب شط البحر تشوف البنات بتل ابيب، ولا اشي سياسي زي بالقدس بتل ابيب. واقتراحي الاخير اذا ما زبطش الوضع معه مع بنات تل ابيب اكيد شباب تل ابيب راح يحبوه كتير.